أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة. أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة. يا رب يا رب يا رب يا رب قد ضاقت علي ملامحي وباقي وحدي في الذنوب أعاني عظمت ذنوبي واكتوت منها الحاشا حسبي بي أنك خالقي رحماني. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mi smo stali na strani 337. At-tadribu al-khamis. Hat jumalan kama fil mithal. Al-mithal. Dhahaba salihun ila al-mustashfa li ziyarati at-tabibi. Dhahaba salihun ila al-mustashfa li ziyarati at-tabibi. Al-jami'ah. المدير تفضل يا محمد. ذهب صالح إلى الجامعة لزيارة المدير. ذهب صالح إلى الجامعة لزيارة المدير. تفضل يا حارث. ذهب صالح إلى الشركة لزيارة المهندس. ذهب صالح إلى الشركة لزيارة المهندس. يا ألبين. الكلية الأستاذ. ذهب صالح إلى الكلية لزيارة الأستاذ. لزيارة الأستاذ. يا أرمين. الرياض الأهل. ذهب صالح. نسالح صالح. إلى الرياض لزيارة الأهل. صحيح. ذهب صالح إلى الرياض لزيارة الأهل. يا بنيامين. جدة الأصدقاء. ذهب صالح. صالح. صالح إلى جدة. جدة. جيد. لزيارة أصدقاء. الأصدقاء. أدين. المدينة الأسرة. تفضل. إلى المدينة لزيارة الأسرة. ذهب صالح إلى المدينة لزيارة الأسرة. التدريب السادس. هات عبارات كما في المثال. عبارات سويزرازي. المثال. ذهبت إلى المستشفى بالإسعاف وقابلت الطبيب. تفضل يا عصمت. الجامعة الحافلة الأستاذ. ذهبت إلى الجامعة بالحافلة وقابلت الأستاذ. يا حجي. الشركة القطار المدير. القطار إيش بوز بروم. ذهبت إلى الشركة بيل. بيل بيل ويك بي سافوزم سفوزم بالقطار سفوزم وقابلت المديرة. جميل جدا يا حارث. شاطئ البحر السيارة صديقي. ذهبت إلى شاطئ بازي أبو بازي بليز هلو حارسة شاطئ إل let's شاطئ إل شاطئ إل بحري دلي بيل سيارتي بسيارتي قابلتو 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 صديقي. صديقي ني صديقي صديقي
ذهبت إلى شاطئ البحر بالسيارة وقابلت صديقي. جميل يا دينس. القرية القطار جدي. ذهبت إلى القرية بلا قطار قابلت جدي. جميل. حلمي دبت رديلة حلمي للطائرة فقابلت أخي. قابلت أخي يعني زمان ونين اجتماع عند سعاد. ذهبت ليه الزه ذهبت إلى الفندق. جميل. للسيارة. جميل. فقابلت عمتي. عمي يشتا tetka. Jeste, mi smo rekli jedan puta, to ponovit ćemo to još jedan puta, da je ammun je amidža. A amme je tetka. Po ocu. Tetka po ocu. Hal je dajđa. Dajđa. A hale tetka po majici. Pojedinci nekada misle da je hale, primjer, da je hal dajđa, a da je hale dajđica. I da je amidža, a da je onaj amme amidžinca ili žena od amidže. Kod Arapa, kogod je familija, ima ime. Kogod nije ništa u familiji kao tetak, on nema imena. Kako se kaže tetak na arapskom? Tetak se kaže na arapskom, kažeš ovako. Zeuđu el amme. Tetkin muž. Jer tetak nije familija. Nikakva. On se ne ubraja u familiju. Tetka je familija. A tetak je ništa. Bujno. Ima li razlike među tetke, po majci i po ocu? U kojem segmentu? Dobro, po pisanu, po rodbini. Ne, to je ista deređa familije. Dobro. El funduk, ja Mohamed, te fedal? Ahir, misal? Zahavtu. Džajid. جميل. بالسيارة وقابلت عمتي. ذهبت إلى الفندق بالسيارة وقابلت عمتي. جميل جدا. أكرنت مسترانو نتريتي أستا مما تي فرمولاتي كوي سكوريستي كاو شتا فيديو مبريمير وبرويو تري كاجي حضرت إلى. لماذا حضرت إلى؟ حضرت إلى المسجد. حضرت إلى الدرس. حضرت إلى البيت. شو بيكسي كوريسي بس ذهب إلى. بس حضر إلى بس ذهب إلى. أوناي. توي دا شويك موشي تو أنا رازق واتي. هل لديك موعد مع؟ أو فرازة. موعد مع. أوناي. دبرو. ميش مسي زدجاتي دولة التدريب الثالث. جدي إمامو. أدريجنة. آياته. Koje ćemo pokušati malo pojedinje ajte zastati. Ajet broj 4 u suri Al-Buruđ. Kada kaže Allah kutile ashabul uhdud. Prijevodom osnovkom znači šta? Molim? Prokleti bili oni koji su rovove kopali. Tako nešto. Uhdud. Uhdud je jedan ili rov. Mjesto gdje se ljudi mogu baciti u njega. Velika rupa. Jedna jama, jeste. Kutile, ovdje glagol kutile. Kod nje ćemo se zaustaviti? To je glagol koji smo mi spominjali prije dva dana. Dva predavanja. A to je glagol u pasivnom obliku. Imamo ajet u kojem Allah kaže kutile ashabu el uhdud. Ti.
Tri riječi imamo. Zašto ovdje kesra? Genitivna veza. Nema el i ima el, dvije imenice, ovo je genitivna veza. Ide na arapskom mudaf ilaihi. Mudaf ilaihi. Kutile. Glagol u pasivnom obliku. Ja sam rekao pravilo na tom predavanju, kada sam rekao kada dođe glagol u pasivnom obliku, šta se događa? Šta ne dođe u rečenci? Fajla nema rečenci. U glagolskoj rečenci imamo fi'al, imamo fa'il. To je kada je glagol u aktivnom obliku. Katele. Katele, ovako. Katele, onaj, Muhammedun, Alijen. Muhammedun, Alijen. Katele, Muhammedun, Alijen. Ubio je Muhammed Aliju. Znači imamo fi'al, fa'il i meful bihi. U glagolu, kada dođe pasivnom obliku, Muhammed ili fa'il, on se ne spominje. On ne dolazi. Ovaj Alija, koji je bio šta rečenci ovdje, mef'ul bihi, objekat bio, on postaje naibu fa'il. Naibu fa'il. Isto naibu reis. Naibu fa'il. Zamjenik fa'ila. On nije fa'il. Rečenica glasi, ubio je Muhammed Aliju. Ili Alija isto uradio? Ili šta li je uradio? Nije, on je ubijen. Radnja se odvila na njemu. On nije fa'il. Fa'il je onaj koji radio radnju. Alija nije što radio. Nasuprot, radnja se odvila na Ali. On je mef'ul bihi, on je objekat. Kada kažemo ovu rečenicu u pasivnom obliku, dobijemo kutile Alijun. Kutile Alijun. Ubijen je Alija. Kaže se da su prije ljudi koristili, ljudi koji imaju, da kažem, nekada slabiji iman ili nešto, vidi da neko nekog ubije na ulici. Prije tako bilo. A ovo što je ubica mu familije. Sad on vidio zločin. Vidio njegov rođak ubio nekog. I ode kod vladara i kaže kutile ar-rađulu. Kutile ar-rađulu. Znači, obavijesti vlast da je neko ubijen, ali nije u isto vrijeme rekao fajla svog rođaka onaj koji je ubio. Ne kaže, moj rođak je ubio onaj čovjeka, nego njega sakrije. I ti traži, razumije, god kriješ, otkriješ, nisam ga ja prijavio. Ali prijavi zločin. Ne prešuti ga. To normalno nije u redu. Kogod da uradi, makar je familija, treba to, onaj, ako uradi zločin, prijaviti normalno. Ubio nekoga čovjeka, to nije mala stvar. Kutile Alijun. Ubijen je Alija. Allah kaže ovdje, kutile ashabul uhdud. Kutile, ubijen, a koristi se za proklinjanje. Koristi se za proklinjanje. Kaže Allah, kutile l'insan. Proklet bio insan, kaže Allah. Ma ekfere, kako li je samo nezahvalan i kako je samo voli da bude nevjernik. Kutile l'insanu ma ekfere. Od kufr, kako je samo on velik nevjernik. Kutile l'insan. Proklet bio insan. Kutile ashabul uhdud, prokleti bili ashabi, vlasnici ili oni čije je to bilo, ovih rovova onaj koji su bili kopani ljudima pa su oni vjernici bili bacani. Ja vam nije proklinio ovdje. Ko je prokleo ove ljude? Šta ne dostaje ovdje? Koja reč dostaje ovdje? Katele Allahu ashabe l'uhdud. Ja često na predavanju koji ste Katele ke Allah, prokleo te Allah. A katele ke Allah da bo te Allah ubio. Znači može se tako proklinjati. To su neke vrste kletvi. Gledamo ovdje nema fa'ila. Često Allah ne spominje fa'ila jer on poznat. Kada govori o stvaranju nebesa i zemlje ili nečega, zna se ko je to stvorio. Da Allah ne spominje fa'ila jer je poznat. Tako isto ovdje. Kutila ashabu al-uhdud. Tako da reći ashab ovdje naibu fa'il. Bila u osnovu rečenci ful bihi. Katale Allahu ashabe al-uhdud. Znači bila ovdje ashabe. Kada Allahom je
nije spomenuto u ajetu, ova riječ je postala Sadamom kao naibu fa'il. Džemil. Budu. Kako se stvorio ovaj? Na ovom obliku. Tamo kesra na fečini. Damma, kesra, feta. Na poslom, prošlom vremenu. Dobro. Dole imam kaže, od turi, u kitabin mesturi, fi reqin menšuri, wal bejtil ma'muri, wal saqfil marfu'i, wal bahril mesđuri. Ovo su sve na jednom obliku, ajeti. Zašto je kesa na prvoj riječi od turi? Zakletva, od turi, tako mi gore. Zašto je na mesturin kesa albine? Ism međur, ne, nema hafđer, nema biti ism međur kad nema hafđer. Sife. Sife. To je sife. Dobro. Tamano krenut ćemo stavno 340. Stavno 340. Ima određene slike onaj, koje su treba da se rade sa CD-om. Mi ćemo onaj, ovdje nešto pogovoriti o ovim slikama. As-suratul ula ja Muhammed. As-suratul ula. Mada tera fi sura? Mada tera fi sura? Tera tabibul asnani. Tabibe. Tabibe asnani wa ara waladan. Wa ara waladan. Kako se kaže popravlja zub? Glagol za popravljati zub. Kaže se alaja. Aleđe, ju aliđu, što znači liječiti. Od toga nastala riječ ilađ, napisamo riječ ovdje, ilađ, lijek. Ilađ je lijek. Od ove riječi ilađ je nastala iliđa, sarajevska. Jer Turci ne kažu ajna, nemaju ajna, oni kažu ilađ, iliđa, nastalo mjesto gdje se liječi. Tu su odnestale onaj mjesta, odavljina su vode za liječenje tu bio prisutne. Tako da je iliđa nastalo, iliđa nastalo da je ilađ, to znači lječilište. Lič. Ra'a jara. A, glagol ra'a jara. Ra'a, ovako, jara. Gledati. Ra'a jara. جميل في سورة الأولى نرى طبيب الأسنان وهو يعالج الولد في سورة الأولى نرى طبيب الأسنان وهو يعالج الولد يا حارث ماذا نرى في سورة الثانية هذه صيدلية شو هي صيدلية أبوتيكا ماذا ترى في سورة من هذا الرجل في السورة؟ مولم؟ من يعرف؟ نعم صيدلي صيدلي هو صيدلي وهو في في صيدلية وهو في الصيدلية السورة الثالثة يا ألبين بما يشعر هذا الرجل؟ يشعر بألم شديد في أذنه بألم في أذنه موجب بس شديد يشعر بألم في أذنه أو حرف الجر مرسم استدلت فأشعر ب أوبيك بس أشعر دوزي ب أوسيتش عم يشتو نش أشعر بالسرور أشعر بألم لازميش هو يشعر بألم في أذنه في الأذن جميل السورة الرابعة يا نرمين بما يشعر هذا الإنسان؟ هذا الإنسان يشعر بألم شديد في الصدر. في صدره يشعر بألم شديد في صدره أو قلبه جدا. يا بنيامين ماذا ترى في سورة الخامسة؟ وطبيب
تقليب كاسكا بريغليدا يفحص يفحص الطبيب يفحص الولد الطبيب يفحص الولد دكتور بريغليدا ديتا جميل يا أدين في سورة السادسة ماذا ترى؟ يفحص الأذن طبيب طبيب الأذن يفحص الأذن طبيب الأذن دكتور لنشي سبيشالست زاوه كرونوس يفحص الأذن جميل يا عصمت في سورة السابع ماذا ترى؟ أرى رجلا ينام أرى رجلا ينام لأرى النائمة أرى النائمة جميل شكرا يوم في سورة الثامنة حجي ماذا ترى؟ أرى رجلا سليما جميل جدا أو أرى رجلا يتدرب شو معنى يتدرب؟ وريت تدريب كمي كوريستيمو تدرب يتدرب ناتشي فيجباتي يتدرب دربو ناتشي فيجباتي تدرب يتدرب ناتشي يتدرب ناتشي فيجباتي تدرب يتدرب ناتشي فيجباتي جميل السورة الأولى في التدريب الثاني ماذا ترى يا حارس؟ بيشت أنا فاشت تي نيس بريبسيو إذا لقيت أشكال والله تسمع نيمش إسكوست ملح هل تحب الملح؟ تحب الملح جميل با ماذا نرى في الباء يا دينيس؟ لا ليس ها با سليك عيس بدو بالملح شتايو بو؟ تيغوي يستيغوي Dobro. Molim? Džemir. Jesu tegovi? Eskal se koristi jedna djeća koja se koristi za tegove. Eskal. يست جميل يا حلمي سورة الجيم ماذا ترى أرى الرجل وهو يتدرب أرى الرجل وهو يتدرب دال يا حجي سعاد جميل يعالج سادش نريم يعالج سادش نريم صدقاتي يعالج الأسنان طبيب الأسنان يعالج الأسنان ها يا محمد ها ولدا مريضا ولدا يا حارث واو مديركتوري نشتورانت أرى مدير الشركة أرى مدير الشركة في بيت الكمبانية ألبينا ماذا ترى في سورة الزاي إسعاف أرى سيارة الإسعاف أرى سيارة الإسعاف والحاء يعني المين بما يشعر هذا الإنسان هذا الإنسان يشعر بألم
شديد في أسنانه. في أسنانه. في أسنانه. جميل. جميل جدا. التدريب الثالث. لدينا ستة أسئلة. لدينا ستة أسئلة. ما في تانية. بس تو. Kada napišemo šest pitanja, kaže se ovako, sitetu es iletin. Zašto je ovdje ženski rod i ovdje ženski rod? Smo rekli, brojevi od 3 do 10 moraju imati rašt onaj rod. Zašto su ovdje oba ženska roda? Molim? Jeste. Sual. Zašto ovu riječ moramo vratiti u jedninu? A jednina joj je sual. Jednina joj je sual. U tom slučaju je ovo muški rod i onda bude ženski, što je pravilo. Nema izuzetaka, znači. Sual. Normalno. Ali moraš vratiti u jedninu. Riječ es ile. Pa samo u jedninu. To je pravilo bilo. Džemil, ledena sitete to es ile. Sualul evvel bime ša'are Ahmedu. Ja Benjamin. Bime ša'are Ahmed. Bilo kakav odgovor daj mi, samo daj rečenicu u redu. Šehare, vidi glagol šehare u prošlom imenu. Šehare Ahmedu bi... Glavobolju. Fi... Ješoru Ahmedu, šehare Ahmedu bi elemin šedidin fi resihi ili bi suda'i. صداع يا شعر احمد بالصداع يا ادين متى ذهب الى المستشفى لس دوت شو يا ويترا ذهب الى المستشفى الى المستشفى مستشفى الى الصباح ويترا في الصباح في الصباح كاسكاري ونافيتشي في الليل اللي في المساء المساء جميل يا عسمت ماذا فعل الطبيب لأحمد ليش يوم زوبة عالج عودة هو عالج أسنانه عالج أسنانه كيف أسنان أحمد يا حجي Reći da su dobri zubi. Esnanu Ahmed. Esnanu Ahmedu. Kako je dobar? Džajide. Jer je esnanu žina. Jer koristimo ženski rod poslije. Džajide. Ako je sinun džajid. Esnanun džajide. Džemil. Ja Haris. Mada talebe minhu tabib? Šta je tražio od doktora? Talebe minhu et tabibu ar rahate. Da se odmori. Dobro. Sualu sadis. Bime nesahahu et tabib ja Denis? Jeste, jeste. Reci, savjetujem da posjećuje doktora, stomatologa, znači. Nesahahu bi zijareti tabibil esnani. Tabibil esnani. Džemil. Tedribu rabija, ja Hilmi. Meta istekada Ammar, reci mi, poslije podne. بعد الظهر بعد الظهر الظهر زهر بودني نازنيت بودني استيقظ عمار بعد الظهر جميل لماذا استيقظ عمار بعد الظهر يا حجي سعاد لانه كسلان كسلان يا لين جميل جدا يا محمد كيف ذهب عمار الى المستشفى اوتوبوسهم بال حافلتي جميل جدا يا حارث ماذا فعل الطبيب لعمار
ماذا فعل الطبيب لعمار؟ بدوش ثلاث سنين. بس بدوش ثلاث. ماذا فعل؟ ماذا ترك؟ هارسة؟ تي بابي تبت إذا بوجيني. ماذا فعل الطبيب عمار؟ توتي نصيحة مني. زوي تبت هارسة. نصحت أن يعالج أسنانه. أن يعالج أسنانه. بريمر. ألبينا كم يوما باقي عمار في المستشفى بيدانا؟ خمس سنين. شو تورشين توبا. يا عمار وبونس بيدانا. باقي عمار في المستشفى خمسة أيام. جميل. باقي عمار في المستشفى خمسة أيام. لماذا ترك عمار المستشفى؟ يعني المين ذاته اشتذرف؟ سمين. دبوا. سليم. سليم. لأنه سليم. دبرو. دبرو. أو ده ليش ما يش بدرات؟ ده بتما أنا أسمع مستعد عشان نتعشى. التدريب الأول في صفحة 342. 342. المثال بما تشعر؟ أشعر بي تونا بيتني أشعر بي وبيخدش بي أشعر بألم في صدري وبما تشعر أنت؟ أشعر بألم في أسناني. يا بنيامين تفضل بما تشعر؟ أشعر بألم في أذن أذني. بما تشعر؟ بما تشعر أنت؟ نستفيد دور حنجرتي. جميل جدا. يا أدين بما تشعر؟ في قلبي. بما تشعر أنت؟ في أنفي. جميل. يا عصمت تفضل. جميل جدا. يا حجي تفضل. بما تشعر بألم في حنجرتي. جميل. بما تشعر أنت أشعر بألم في أنفي. جميل جدا. يا حارس بما تشعر؟ بما تشعر أشعر بألم في رأسي. جميل. وبما تشعر أنت أشعر بألم في أسناني. جميل جدا. يا دينيس أذن قلب؟ بما تشعر أشعر بألم في أذني وبما تشعر أنت أشعر بألم في قلبي. جميل. التدريب الثاني المثال بما تشعر أشعر بألم شديد في صدري شفاك الله شكرا لك. شو هو إذا ليه في الإسلام كيوبي شاي دا تشويك كذا تشوي إذا نيكو بولستان كاجة مو شفاك الله الله توزدرفيو شفاك الله أنا دوبا koji upućuje čovjek koji posjeti bolesnika ili koji čuje za nekoga za nekoga da je, da, da je bolestan. Jamil, ja Hilmi, tefaddal. Šukra leke. Jamil, jedan ja Hadži Sua, tefaddal. Bima tešku bi alamin šedidin fi uzmi. Šefak Allah, šukra leke. جميل جدا. يا محمد تفضل. رأس. بما تشعر أشعر بألم شديد في رأسي شفاك الله شكرا لك. شفيت هو أبليك دوبي شفاك الله أنا شفا يقلق بوش مولي منه
شفاك الله. أنا دويز نيجا شفاك الله. Za tog čovjeka, šefak Allah. Ne kaže njemu prije, pošto se razgovara sa njim. Ne kaže mu tešfa ente. Pravda šufije ili glagol. Ne govori njemu šefak Allah. Tako, tako oblik te dove za treće lice jednine. Šefak Allah. I ako se onaj šefak ente. Glagol se je šefa za treće lice jednine plus kikav za tebe. Šefakullah i tako dalje. Ja Haris. Enf. جميل. البين حنجرة بألم جميل. شفاك الله شكرا لك. جميل. يعني المين أشعر بألم شديد في قلبي شفاك الله شكرا لك. جميل. التدريب الثالث تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال هل قابلت الطبيبة؟ نعم وفحص القلب. ما النتيجة؟ القلب سليم والحمد لله. القلب سليم والحمد لله. جميل. يا بنيامين الأنف تفضل. وفحص الأنف ما النتيجة؟ الأنف سليم والحمد لله. جميل جدا. يا أدين هل قابلت الطبيب؟ نعم وفحص الصدر الصدر ما النتيجة؟ الصدر يا عصمت الأسنان قابلت فحص س ص فحص صل. جميل. أسنان سليمة سليمة مش أسنان مجينة سليمة. جميل. تفضل يا حجي. هل قابلت الطبيب لفحص الحنجرة؟ جميل. من نتيجة الحنجرة السليمة سليمة سليمة جنسكي روت فيديش حنجرة جنسكي روت سليمة. جميل. تفضل يا حارث. هل قابلت طبيبة؟ نعم. نعم. بفحص الأذون. أذون. أذنه. من نتيجة؟ من نتيجة قلب الأذن. الأذن. الأذن سليم والحمد لله. سليمة. ovdje imamo, moram obratiti pažnju na nekoliko stvari. Prva stvar je, primjer, riječ hanđere. Riječ hanđere. Hanđere. Koji god je ovo? Znači, bude selime na kraju. Jer imamo ovdje t. Mora biti ovdje na kraju. Mi ga stavimo ako ga nema. Prva stvar. Druga stvar, riječ esna. Jer to je jednina ili množina? Znači će biti ovdje selimetun. Jer će za jedan zub, da kažemo ovdje el esnan i ovdje esinu selimun. Jedan zub je zdrav. Zubi, kad dođe množina, pošto je to nerazumna množina, koristimo za nerazumnu množinu ženski rod. Govorili smo, el kalemu džemilun, el aklamu džemiletun. Ne el aklamu džemilun, to se ne može reći. Za nerazumnu množinu koristimo ženski rod.
Imamo treću situaciju ovdje, a ona je za, on, za one riječi koje smo rekli kao što je riječ el-udhun. Pošto smo rekli pravilo da je udhun kojeg roda? Ženskog roda. Sve što ima dvoje na, na tijelu čovjeka je ženskog roda. Zato je el-udhunu selimetun. Harise. Razumno selimetun, smo rekli da ove riječi koje imaju organ koji ima dva na tijelu su ženskog roda, kao el udhunu selimetun, a ne el udhunu selimun. Jer onda gledaš, ti okom pratiš i vidiš okom da je to muški rod. A vrlo se pravilo da sve što ga ima dvoje na tijelu je ženskog roda. Džemil Džiden. El res, ja Denis. Džemil. Fehasa. Džemil. Men netiđetu. To je nun mušedde da stane dvije dva harkete ovdje kad ima na nun teždite. Džemil. Et tedibu rabija. Bim ešforu, ešforu bi elemin šedini fi uzuni, helle dejke mev'idun ma' tabibi, na'am mev'idi es sa'ate el aširate. Ja, Hilmi, tefaddal. Džemil. Džemil, džiddan. Uidi as-sa'ata as-sabi'ata ya hajji su'ad tafaddal anfi ashur bi tam shadid an mumtaz hal ladayka maw'idun 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 ma'tabib na'am maw'idi as-sa'ata wahidata pazi as-sa'ata ovako pazi, sa'ate, ne sa'ate, sa'ate množina. On se rekao množinu od sa'at. Sa'ate, ovdje biti kratko na kraju, ate, ne sa'ate. Ovako kažeš, kad govorite ajn, mora biti kratko slovo. Kažeš, sa'ate, ne sa'ate. Ovako, ako odužiš ajn, onda to je kao elif, da, da dobiješ množinu. Dobro. Ja, Mohamed, tefaddal. Kalbi. أشعر بألم شديد في قلبي هل لديك موعد مع الطبيب موعد الساعة الثامنة جميل جدا يا حارس تفضل بما تشعر أشعر بألم شديد في صدري هل لديك موعد مع الطبيب موعد الساعة الخامسة ممتاز يا ألبين أشعر بألم شديد في رأسي هل لديك موعد مع الطبيب مع موعد الساعة الرابعة جميل جدا أمين بما تشعر أشعر بألم شديد في حنجرتي هل لديك موعد مع الطبيب مع موعد الساعة التاسعة جميل جدا الصفحة جديدة رقم 344 التدريب الخامس التدريب الخامس أجب عن الأسئلة مستعينا بالصور وتقولنا بيتان بطمع يوجد سليكما السورة الأولى يا بن أمين السؤال هو ماذا يأكل البدر ماذا يأكل بدر بدر يا إما مشكات ماذا يأكل بدر؟ يأكل بدر السكريات سكريات إلي الحلويات الحلويات واكو الحلويات صدكيش حلويات صدكيش إستو سكريات ياسن جيبه وكويتو Kuvajte ne kažu sukerijat, oni kažu al-halawijat. I onaj, da kažem, većin proizvoda koje dolaze se nazivaju al-halawijat. Svodite do sukerijat. Evo ovdje, al-halawijat.
الحلويات وبدو يسمعوا نورمالو ono što se više koristi, ja mislim, van Saudijske Arabije je riječ halavijat, od riječi sukerijat. Džemil. Esuratu Thanije, Jad Edin. Bime ješuru bedr. Ješuru bedr. Ješuru bedr. Smije se ili plaći šta je ovo? Zadovoljno. Ješuru bedr. يشعر شتا بألم في أسنانه اللي في سنه في سنه يشعر بألم في سنه أين بدر يا اسمت halal mi onaj na začuđenom obliku onaj reakciji. Da se ponovo, nisam te razumio što si rekao. Yuqabilu. Yuqabilu tabib al-asnan. Dhehebe ila tabib al-asnan. Dhehebe ila tabib al-asnan. Džemil. Mada jef'alu tabib al-asnan ya hađi? Fahasa. 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 Jeste ili ovaj glagol ju'aliđu tabibu lesnani sinne bedr. Ju'aliđu tabibu lesnani sinne bedr. Ja Harith. Ejne bedr al'an? Ptic. Sajdelije. Pesme čendu? Bedrun el'ane fi sajdelije. Ja Denis, kejfe bedrun el'ane bime ješoru el'ane? Huwa ješoru bi sururi. Bez bime. Huwa ješoru bi sururi. Bi sururi. I zadnju vežbu koju ćemo odgovoriti danas riješiti je Tadib Sadis. المثال شعر خالد بألم شديد في أنفه فذهب إلى المستشفى وقابل الطبيب فحصه الطبيب الحمد لله هو بخير انت i ona je da ima puno vježbi sa istim glasom, sa istim riječima i tako dalje, ali to je cilj ovakvih vježbi inače. Da što više puta prođe kroz uho ta riječ da jednostavno ostane kod tebe. Ja Hilmi, tefadl, Sa'id, udhunihi. Ša'ara Sa'idun bi'alemi šedirun fi udhunihi. Fadahada ila mustašfa. وقابل الطبيب فحصه الطبيب الحمد لله هو بخير. جميل جدا. يا حاج سعاد تفضل. شعر عارس عارس بأهل شديد في رأسه. جميل. ذهب إلى المستشفى وقابل الطبيب طبيب الحمد لله وهو بخير. جميل جدا. يا محمد تفضل. هشام. شعر هشام بألم شديد في صدره فذهب إلى المستشفى إلى المستشفى فقابل الطبيب فحصه الطبيب الحمد لله الحمد لله هو بخير. يا حارس. شعر هاشم بألم شديد في أسنانه فذهب إلى المستشفى وقابل الطبيب فحص الطبيب الحمد لله هو بخير. ها
Hašim je ime jednog od djedova poslanika alejhi selam. Hašim je ime jednog od djedova poslanika alejhi selam, jer Muhammed alejhi selam, njegovo ime Muhammed, sin Abdullaha, sin Abdulmutaliba, sin Hašim. Hašim nije ime. Hašim je bio nadimak njegovog djeda. Hašim je bilo ime Amr. Hašim je bilo ime Amr. Kao što Abdulmutalib također nije ime i to je nadimak. Djed poslanika selam poznat po imenu Abdulmutalib, to je njegov nadimak, zvao se Šejbetul Hamdi ili Šejbe samo. Jer kad se rodio imao je mali čupirak, sjedi, na glavi majka ga nazvala sjedi. Majka da me sjedi. Onaj, tako da ovo Hašim je poslanikov djed dobio po tome što je on jedan od izumitelja jela koja zove popara. Kod nas popara. To je kada čovjek udrobi hljeb i meso zajedno. I polije to u dom. I pošto su Mekelije častile hađije, hađije kod njih dođu, on s njim ugošćali, davali im hranu i piće, on je prvi koji je to djelo radio. A pošto se hljeb lomi, a lomljen se, jedan od glava za lomljen je Hašeme, koji su nazvali Hašim. I ostao je poznatiji kao Hašim nego što je bio poznat u svom imenu posle Amr. A djed poslanika je sada Abdulmutalib, otac Hašima zvao se Abdulmenaf. Otac Hašima zvao se Abdulmenaf. Imao četiri sina. Imao Hašima, imao Mutaliba, imao Neufela i Abdušemsa. Hašima, Mutaliba, Neufela i Abdušems. Hašim, djed poslanika alejhi selam, se oženio iz Medine. I otišao u Medinu da posjeti ženu familiju tamo. Bio tamo i onaj preselio na jednom putu putovanju trgovačkom. Ostao je ženu tamo i došao na trgovačko putovanje jedno. I preselio na putu. Žena mu ostala kod familije svoje u Medini. I tamo mu se odgojio sin Šejbetul Hamd sa svojom majkom u Medini. Odrastao tamo, nikog nije poznavao. Ostao strojitav se živa. Ostao mu Talib, ostao Neufel i Abdušems. Hašim umro. Nije trojica se dogovore, kažu, nije red da sin našeg brata, naš bratić, živi sa svojim dajđama. On tada živi sa amidžama, svojim unoče i naše prijezne. On tada se vrati ovdje kod živi kod nas. Kaže, dogovore se trojica da od njih trojice ovdje da njega dovede. To je često 20 km da je u jednom smjeru da ga dovede. Otišao je Mutalib. Mutalib, njegov amidža Mutalib. Mutalib kada je došao u Medinu, tražio je familije žene, njegovog brata da mu daje sina, oni su mu dali Hašima. On je uzio Hašima i poveo ga u Meku. Kad je došao u Meku, kad su ga Mekeli vidjeli da ulazi u grad sa nekakvim nepoznatim dječakom, pošto to bio običaj neko kada se vrati, potom kupi sebi roba. Pošto je tako bila prije situacija. Kažu, hada Mutalibun, wa hada Abdulmutalib. I on ima kaže, nije to Abdulmutalib, to je moj bratić, sin Hašima, Šejbetul Hamd. Znaš, ako narod, kad ti zakače etiketu, tako ostane do smrti. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ya Rabb, qad daqat alayya malamihi wa baqi tu wahdi fi dhunubi u'ani. عظمت ذنوبي واكتوت منها الحاشا حسبي بي أنك خالقي رحمني. يا رب قد ضاقت علي ملامحي وبقي توحدي في الذنوب أعاني. أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة. أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة.